من جانبها ثمنت فخامة رئيسة وزراء المملكة المتحدة تريزا مي القيمة الاستراتيجية التي تمثلها العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة، مؤكدة على أن بريطانيا تقف كداعم لدول الخليج العربي وتسخر الإمكانيات للحفاظ على أمن منطقة الخليج واستقرارها، معتبرة أن أمن الخليج هو أمن بريطانيا. وقالت خلال زيارتها للقوات البحرية الملكية في ميناء خليفة بن سلمان: إنها لحظة مميزة بالنسبة لي لأكون على متن إحدى السفن البحرية بصفتي رئيسة وزراء، مثنية على العمل الدؤوب الذي يقوم به منتسبي البحرية تجاه أمن الخليج، الذي أكدت أنه يعتبر من أمن بريطانيا. كما جددت التأكيد على الشراكة مع دول الخليج وتعزيز التعاون في مجالات الأمن والدفاع، والتأكيد على حفظ الاستقرار اللازم للتنمية على مستوى العالم. وخلال كلمتها التي ألقتها أمام القوات البحرية، قالت إن وجود هذه القوات يساهم بدور فعال في تنفيذ الرؤية العالمية للمملكة المتحدة والمرتبطة بالحفاظ على أمن الخليج، كما أنه اختياركم ضمن التحالف الدولي ضد داعش يدل على الثقة بكفاءتكم وكفاءة البحرية الملكية. وأردفت بقولها أن البحرية الملكية تقوم بدور حيوي في تعزيز الأمن البحري والمشاركة في العمليات لحماية القنوات البحرية من أي تهديدات مثل القرصنة البحرية والتصدي للإتجار غير المشروع، وذلك لحماية التدفق التجاري الذي يعد أمرا في غاية الأهمية لضمان استقرار سوق الطاقة. وأشارت أيضا إلى أن البحرية الملكية تقوم بدعم الجهود الدبلوماسية وتعزيز العلاقات التاريخية المتينة التي تربط بين البلدين.